الرئيس السيسي يؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا وينقل لحفتر دعم الرئيس السيسي لجهود الجيش الليبي. المخابرات المصرية تتسلم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي علي عبد المعطي من الجيش الوطني الليبي. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل، وذلك بعد ساعة قليلة من تسلم المخابرات المصرية الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي علي عبد المعطي من الجيش الوطني الليبي. وكتب الرئيس على حسابه بموقع تويتر تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقد على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخفون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أرضه، موجها تحية وسلاما على من كان الدرع وقت الدفاع وكان سيف وقت الهجوم. وأشدد الرئيس على أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. قام رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل بزيارة إلى دولة ليبيا، حيث التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. ونقل اللواء عباس كامل تحياتي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود الجيش الليبي. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على دعم استقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب. وقد أجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات والمشير خليفة حفتر، تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها. وأطلع قائد الجيش الليبي رئيس المخابرات العامة على تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد على قوة العلاقات بين البلدين. تسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي علي عبد المعطي وفقا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا. وترأس عشماوي أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنا الليبية، ونفذ عددا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي مصر وليبيا. قام الجيش الليبي بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنا. حصلت قناة إكسترا نيوز على لقطات خاصة وحصرية لحظة تسلم مصر في ليبيا للإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي. أكد الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد قد توقفت فعليا، ولا يمكن النظر حاليا في إمكانية حصول تقدم بهذا الشأن. وأعرب فدريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد عن قناعتها بأن الأوضاع الحالية في تركيا والتصرفات الحكومية هناك والمعطيات العملية المتوفرة لدى بروكسل تؤكد صحة الموقف الأوروبي، موضحة أن أنقرة واصلت الابتعاد عن الاتحاد مع تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وافق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 من سبتمبر المقبل، وذلك بعد أقل من شهرين على انتخابه إثر فشل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو في هذه المهمة. وبأغلبية 74 صوتا مقابل 45 أقر النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حل الكنيست، والذي قدمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.